البرنامج عامة، وكتاب إن شاء الله الأخ وهاج، وهو متوفر في الدار، دار النشر يطلب. المتسابق بهاج أنت أهديت الكتاب لأنك سمعت نعم له بكتابة جميلة في والدته، كتابة بالأمس البارح في فقرة فوكس، جميل جدا. يا أبو قاضي أسامة القاضي، ترى ما في مقدم في العالم يقول يا بس هذه النسخة الخاصة، النسخة الخاصة دي. نعم نعم، الله يرضى قدرك. لبيت في مكة اليوم اللي على غدوة، اللي في غدوة من هم الشباب؟ والله الساعة 4. طيب بنشوف إذا كان إذا كان الشباب الموجود، إن كان معهم، إذا كان بهاج موجود. أنا أعتقد أنه موجود في غدوة يا علي. أي إذا كان معهم ننتظر الأربع عشان تقابل بهاج. أبد ولا شخصيا. يستاهل يستاهل شخصانيا. والله يستاهل. طيب إذن المتسابق الكاتب القادم بهاج الأكلبي موجود في غدوة اليوم. ولا هب غريب على الأكلبي بصراحة هالكتابة، لأن ترى مو بيقولون الكتابة مرتبطة بال، مو بتعصب ولا شيء، مو بيقولون مرتبطة بالجن وفي بعض القبائل. احنا نقول بعد الشاعر رحمة الله عليه ابن جدلان فعلا ربط كل مرابط الشعر ابن جدلان وركع نوخ نقلة نوعية للشعر، نوخ إبل القصيد الله يرحمه.